متواصلين معكم مشاهدينا، وإن شاء الله بعد لحظات من الفاصل بنتكلم مع دكتورة منى صالح عن طرق العناية الطبية والصحيحة بالنسبة للبشرة، فتابعونا. مشاهدينا بنتكلم اليوم مثل ما قلت عن طرق العناية اليومية بالبشرة، خصوصا ان مثل ما قلت ان الشتاء يزيد من الجفاف في البشرة، والى جانب ذلك ان حتى العمر لما يزيد تحس ان خلاص علامة التجاعيد الشيخوخة قاعدة تطلع، ولكن اذا الانسان او المرأة حافظت على بشرتها بالعناية بالاكل الصحي وبالماء وبايضا استخدام الاجهزة التقنية الجديدة اللي توصلها اكيد مجال الطب فيها، ممكن انها تبطئ مرحلة الشيخوخة مثل ما نقول في عمرها. فممكن نشوف ان احيانا نقول مثلا نشوف وحدة عمرها ما نعطيها عمرها، ليش نعطيها اصغر عن عمرها؟ وسبب يرجع انها يعني محافظة على صحتها وعلى اكيد بشرتها ونضارة بشرتها. بنتكلم عن امور كثيره فيما يخص البشره مع دكتورتنا منى صالح، هي اخصائيه جلديه. في البدايه نصبح عليك دكتوره، حياك الله معنا. صباح الخير. حياك الله. تكلمت عن اشياء كثيره فيما يخص البشره، وخصوصا ان مثل ما ذكرت ان في تقنيات جديده، كريمات جديده، الى جانب التغذيه اكيد السليمه، ان تاخر مرحله الشيخوخه. فهذا الشيء ممكن نشوفه وحده كبيره في العمر ولكن ما يبين عليها، وسبب ان اهتمامها زائد في البشره. هو بالنسبه للشيخوخه الجلد، فزي ما انت قلتي في ناس بتبان اكبر في السن عن ناس تانية، وده بيرجع لعوامل كتير، عاملين اساسيين، العوامل الداخليه وعوامل خارجيه. العوامل الداخليه اقصد بيها الحاجات اللي مش في ايدينا، اللي مش في ايدينا نصلحها، وهي الجينات. فشيخوخه الجلد عمليه مستمره بتبدا من منتصف العشرينات، عشان خلايا الكولاجين والالاستين وتجديد خلايا البشره بتبقى ابطا، بتبتدي تظهر تجاعيد رفيعه حول العين. بعد عمر بتبتدي من نص العشرينات، يعني على سن 25. اوكي. وده بيوضح في مثال قوي، هو مرض وراثي نادر، هو اسمه ورنر سيندروم. الشخص بيبقى مثلا عمره 30 بس بيبقى باين عليه 60 سنه وشعره ابيض وتجاعيد. اوكي. فده بيوضح قد ايه الجينات بتلعب دور قوي جدا في العجز المبكر. هذا الشيء يعني لا ارادي. وفي عوامل خارجيه، دي اللي احنا بنقدر نتحكم فيها. زي اهمها الشمس، تعرض للشمس لفترات طويله بدون واقي شمس في اوقات الذروه بالذات من 10 ل 4. ده الشمس بتكسر الكولاجين والالاستين وبيأخر وبيقلل تصنيع الكولاجين. اوكي. التدخين طبعا، التدخين ضار جدا على نضاره البشره، وبيعمل على نضارتها وبيعمل اصفرار وبيعمل تجاعيد مبكره. برضو طريقه النوم، في ناس مثلا متعوده تنام على جنب معين، فتصحى الصبح تلاقي مثلا تجاعيد عند الخد او الدق. اوكي. وبتروح بمرور اليوم، بس بعد كده بتبقى ثابته. وبرضه الناس اللي متعوده تنام على وشها فتلاقي تجاعيد في الجبهه. فاحسن طريقه للنوم هو الظهر. اوكي. في ناس كمان بتعمل تمارين لوشها عشان تحافظ على شباب بشرتها. فانا بقول لهم النهارده هم لازم يوقفوا ده. ليه؟ لان زي ما انا قلت لحضرتك التمارين نفسها، يعني في ناس مثلا بعد الكريمات مثلا. لا في ناس مثلا بتقعد تغمض جامد، ترفع حواجبها، تكشر، تضحك، عشان بتفكر كده انها تحرك العضلات يعني مثلاً. بس ده غلط تماما، لان انا زي ما قلت حضرتك من كل ما بنكبر كل ما انتاج الكولاجين والالاستين بيقل. فكل ما هتعمل التمارين دي هي بتعمل حفر وتجاعيد زياده. طيب كيف هل يصير الحفاظ على مادة الكولاجين في الجسم دون اللجوء إلى إبر أو تقنيات؟ طبعا، يعني زي ما أنت قلتي بالذات مثلا في فصل الشتاء بيبقى أو الجو البرد بيبقى فيه جفاف في البشرة. كل ما البشرة بتبقى جافة كل ما بيحصل تشققات، ولو ما حطناش مرطبات
يوميا بصوره قويه التشققات دي بتبقى دايمه وبتبقى تجاعيد، لازم نشرب ميه بصوره كافيه. يعني هذا يعطيني كولاجين في الجسم هذه الطريقه تكفي ولا لازم ارجع ايضا لتقنيات ولاجهزه مكتشفه جديده في عالم التجميل والطب؟ هو طبعا يعني حسب هي مهتمه ببشرتها من بدري ولا لا، وحسب هي معرضه انه يطلع لها تجاعيد بدري ولا لا. ففي ناس لا بتحتاج حاجه اكتر من الكريمات، او فمثلا ما بيبقى عندها تجاعيد قويه حول العين او في الجبهه، لا لو قويه بنحتاج بقى مثلا حقن بوتوكس وفيلر لو عندها تجاويف مثلا عميقه حول البق او العين. لو هي مش عاوزه تتجه للحقن في حاجات بتبقى بسيطه اكتر اللي هي زي المايكروديرمابريجن، التقشيرات بتحسن تجاعيد الرفيعه. طيب دكتوره في عمر كم انت تنصحين استخدام الابر بالنسبه للتجاعيد او الخطوط حوالين منطقه الفم؟ والله هي ملهاش سن، يعني في ناس عندها 25 وتلاقي عندها حفر قويه، وفي ناس عندها 50 سنه ومحافظه على بشرتها وما عندهاش. ده بيلعب الجينات دور قوي وبرضه الحفاظ، فهي ملهاش سن، هي سيف جدا بالعكس. وكل ما تحقني الفيلر بدري بيدي نتيجه احلى واقوى، لانه بيستيميليت يور اون كولاجين والاستين، ويوم ما بيروح بترجعي على احسن بكتير من اللي كنت عليه. طيب دكتوره خلينا نتكلم، اذا مثلا وحده اخذت ابر اللي هو حوالين العين، الجبهه، حوالين منطقه الفم، وهل يستمر مده شهرين؟ ولان دائما مثلا انا اسمع ان هذا الابر ما تطول كثير. اوكي، فمش معقوله ان كل شهرين تضرب ابر. لا انا خصوصا مساله الخلط، يعني اليوم ضربت في عياده معينه ومركز تجميل او طبي، فالماده اللي يستخدموها الدكتور في هذا المركز غير عن المركز الثاني. فايضا مساله ان الانتظار بين الابره والابره الثانيه تكون كافيه، فنتكلم شوي عن مساله الوقت. هو انا بس عاوزه اوضح حاجه، ان في فرق بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس اللي هي الابر اللي بتبقى بالذات من حقنها في الجبهه وحول العين، ممكن تحت العين شويه، دي بوتولينم توكسين، ده بيريلاكس الماسل. اوكي، نتيجته بتبان من تاني يوم، وباي ماكسيمم بياخد 10 ايام عشان النتيجه كامله، وبيقعد ماكسيمم 6 شهور، فمفيش حاجه بتقعد شهرين. اوكي، ومفيش اي داعي انها تحقن تاني غير انها عايزه تحقن. وانا بنصح الكلاينتس بتوعي اللي هم بيعملوا بوتوكس انهم يعودوا نفسهم انهم ما يكشروش، ما يرفعوش حواجبهم، فاما يروح البوتوكس يبقوا احسن من اللي عليه. اما الفيلر فهو هيالورونيك اسيد، هي ماده بتملى التجاويف اللي حول البق او اللي تحت العين او ممكن تتحط على الخدود. دي بتقعد اتليست 9 شهور. اوكي، وزي ما انا قلت لك ان لما بتروح بتبقي احسن من اللي عليه. ف يعني مفيش داعي طبعا انها تحقن كل شهرين او لا خالص. اختيار العياده الصح، الدكتور الصح، وايضا الماده الصح. يمكن بعض الناس يكونوا متخوفين او محتارين لاي وجهه ممكن نحن نتجه، لان هذه ماده تحقن، يعني هو صح سلاح تجميل ولكن ذو حدين، احيانا يخوف واحيانا حتى نتائجه تكون سلبيه في بعض الاجسام والبشرات. فخلينا نتكلم شوي اكثر عن مساله ان لازم المراه تكون واعيه اكثر قبل لا تتجه لاي دكتور، وهي ما تعرف شو الماده اللي محقونه فيها وشو اللي سوته، هي فقط هي تبي تطلع حلوه. لا لازم من الوحده تعرف يعني الدكتور اللي راح يعمل لها، الماده اللي قاعده تحقن فيها البشره، لانها يمكن راح تلجا تعمل في المستقبل، وممكن انها تضطر انها تروح لعياده ثانيه. فهل الماده الاولى مع الثانيه تعمل لها نوع من الالتهابات والحساسيه؟ فلازم تحط في امورها بعض الحسبان وبعدين تتخذ القرار. انت معي ولا ضدي دكتوره؟ هو البوتوكس والفيلر المواد اللي بنستخدمها هي يعني ما بتعملش حساسيه ولا اي حاجه. طبعا المفروض الدكتور بيشرح لها كل حاجه وايه اللي هيحصل لها بالظبط. اوكي، واكيد هي مثلا بتبقى عارفه اصحابها انهم راحوا للدكتور ده والنتائج اللي حصلوا عليها، ف
فطبعا ومن حقها طبعا تساله ويوريها المواد اللي هو اللي هي تحتينها. النساء في عمر كم بالعاده يرتادون لهذه العياده؟ خصوصا الحين صارت هي يعني شيء ضروري في عمر المراه، لانها كل ما كبرت في السن تحب انها تبين في عمرها الطبيعي والاصغر. ففي عمر كم تحسين دائما اللي يرتادون على عيادات الطب والتجميل؟ والله انا شايفه ان اما حد يعني ذا سونر ذا بيتر، يعني كل لما يبقى تهتمي ببشرتك، ممكن تهتمي ببشرتك تستشيري بس الدكتور على حاجات بسيطه فتهتمي قبل ما يطلع تجاعيد. اوكي، مثلا الناس اللي عندها حبوب تعالجها احسن قبل ما يطلع حفر او تسيب اثار حبوب قويه. فيعني اما يبقى في مشكله او مشكله بسيطه، فكل ما تهتمي ببشرتك بدري كل ما هو احسن. الشيخوخه مرتبطه بالشمس؟ زي ما انا قلت، طبعا الشمس بتكسر الكولاجين والالاستين، بتبطئ تصنيع الكولاجين. فطبعا بنقول لك كثره التعرض. بالظبط، طبعا الشمس ضروريه. بالظبط، ما هو يعني بالذات بس من يعني نتعرض للشمس بس مش في اوقات الذروه اللي هي من 10 ل 4، ممكن نتعرض للشمس قبل الفتره دي او بعد الفتره دي، لان الفتره دي لاشعه الشمس بتبقى ضاره وقويه جدا، هي اللي بتعمل العجز المبكر. نتكلم شوي عن، اذا تكلمنا عن الشمس فطبيعي لازم نتكلم عن التان والاسمرار. يعني ما شاء الله في ناس عندهم هوس اسبوعيا يكونوا موجودين، وطبعا اغلب الاوقات لازم يكونوا موجودين فيها 11 الصبح 12 بعد الدوام ساعه 2. وانت ذكرت ان هذه يعني وقت الذروه بالنسبه للشمس، فهل في ايضا طرق عنايه بالبشره وبالجسم قبل ما انهم طبعا يعرضون جسمهم وبشرتهم لموضوع التان؟ هو التان سواء اندور اللي هو العيادات اللي فيها اجهزه التانينج او بره، فهي زي ما قلت هي ضاره وبتعمل تصبغات وعجز مبكر للجلد. فطبعا الاحسن ان احنا نتفادى ده ونحط واقي شمس بصوره كافيه وثلث ساعه قبل التعرض للشمس، كل ساعتين لو لسه متعرضين للشمس او مثلا نزلنا البحر او كده وطلعنا او عرقنا فبنحط تاني. هل بعد في نوعيات ونسب معينه لازم نحن نختارها دكتوره في مساله واقي الشمس؟ لان نشوف نحن مثلا 15 50 30، فيعني شو الافضل وعلى اي اساس نحن نختار النسبه؟ اوكي، هو اتليست اقل حاجه نستخدمها 30 فيما فوق. اقل من 30 مش بيبقى قوي، اوكي، ما بيعملش حمايه كافيه، اوكي. وطبعا في مثلا الكريم، في واقي شمس كريم ده الاحسن للبشره الجافه، وفي فلويد ده بيبقى احسن للبشره الدهنيه. البشره الدهنيه عاد مشاكلها كثيره دكتوره، خلني اوقف عندها شويه. دائما الوحده مثلا تبغي تعتني ببشرتها ولكن يستوي الاختلاط والوقوف عند نوع البشره، هل بالفعل معرفتنا لنوع البشره مهم جدا على اساس نحن نختار الكريمات المناسبه؟ لان حتى اللي يشرحون في بعض مراكز التسوق او البيع بالنسبه للكريمات ما يكونوا ملمين بنوع البشره مثل الدكتوره ومثل اخصائيه الجلد، فكيف الوحده لازم تكون عندها خلفيه بالنسبه لطبيعه بشرتها وعلى اساسها تاخذ الكريمات المناسبه لها؟ طبعا الاعتناء بالبشره الدهنيه مختلف عن الجافه، اوكي. فالبشره الدهنيه لو حطينا عليها مرطب قوي ده هيساعد بالعكس انه يطلع حبوب حب شباب ومسامات واسعه، اوكي. فمثلا بنصحهم لا بيستخدموا مثلا مرطبات معينه اويل فري، اوكي. مثلا بيبقى في ناس بشرتها مختلطه فبتحط على الاماكن الجافه، تبقى بالذات اللي حول البق دي اللي بتبقى جافه وحول العين، فتحط عليها مرطبات وبقيه المناطق الوش مثلا لو في تصبغ من على الجوه. بننتقل اكيد وبنتكلم عن البشره العاديه وامور اخرى فيما يخص العنايه بالبشره مع الدكتوره منى، ولكن مشاهدينا فاصل وراجعين لكم. مشاهدينا عن انواع البشرات، خلينا نتكلم الحين مع دكتوره منى عن بعض البشرات اللي تعاني من المسامات المفتوحه او الحفر، احيانا تتحول الى حفر.
فتحس ان علاجها جدا صعب، لانه يبالها يعني تملي هذه الطبقه وتطلع البشره ملسه وناعمه وخط واحد او طبقه واحده. فكثير ناس اكيد يعانون من هذه المسامات المفتوحه ولا التجويف، مساله التجويف اللي عندهم، هل في علاج بالكريمات او بالاجهزه؟ هو المسامات الواسعه دي دايما بتبقى في البشره الدهنيه اكتر، اما الحفر دي بتبقى اثار حبوب حب شباب، او مثلا الناس اللي جالها تشيكن بوكس فبيبقى حفر مطرح الحاجات دي. فدي المسامات ممكن نقفلها، بس الحفر عمرها ما بتتحسن 100%، بس بتتحسن بنسبه كبيره 80%، بس عمرها ما هترجع جلد طبيعي. نعمل لها الترنيتنج ثيرابي، ده احسن حاجه. بعمل ديرما رول، دي عباره عن رول فيها شكشكات بتستيموليت خلايا الكولاجين والالاستين، فبتقفل المسامات وتحسن الحفر دي، وبيبقى بالتبادل مع الفراكسن ليزر فبيدي نتائج احلى واقوى. كنا نسمع دائما عن الخلايا الجذعيه، يعني علاج من والى الجسم نفسه، ونتكلم عنها وشو فائدتها للبشره. هي احنا بنسحب الدم وبنفصل البلازما عن كرات الدم البيضاء والحمراء، وبنحقن البلازما دي في الوش مثلا، فبتدي نضاره ونعومه للوش، بتحسن التجاعيد الرفيعه، ممكن نحقنها حول العين. في ناس بيبقى عندها تساقط في الشعر فبنحقنها فبتدي نتائج هايله. بس نتيجتها تستمر مثل نتيجه حقن البوتوكس ولا اقل؟ لا، هي بتبقى هي مختلفه عن البوتوكس. البوتوكس بيريح العضله فبتفرد التجاعيد الا على الجبهة، اما البلازما او الخلايا الجذعيه دي مش هيفرد التجاعيد تماما زي في الجبهه اللي زي البوتوكس، بس بتحسن الحفر، بتعمل نضاره، تبقى وحقنها مختلف، بيبقى مثلا مره شهريا، مرتين او ثلاثه، بعد كده مره كل سنه او حاجه زي كده. يعني لما يسحبون الدم دكتوره بعد لازم يعني هذا بنحطه في مراحل؟ لا بنحطه في جهاز صغير كده معين بيفصل البلازما اللي احنا بنحقنها عن الكرات الدم. يعني في نفس اليوم؟ لا، في نفس الوقت تماما، يعني بسحب الدم وبفصل وبحقن. تكون مكلفه هذه العمليه ولا مثل اسعار البوتوكس المعتاده؟ يعني اراوند، يعني تبقى تقريبا مثلهم. طيب ابرز التقنيات والاجهزه الجديده، ان كانت اجهزه الليزر او اجهزه خاصه بالعنايه بالبشره، يعني مثلا وحده عندها مناسبه فحابه انها تتجهز مثل الزفاف، حابه انها تتجهز، فلازم يعني من ضمن الاشياء اللي تحط في حسبانها البشره ونظاره البشره، وتخلي البشره مهيئه للمكياج اللي يتحمل يعني يوم كامل، وللتصوير وللاضاءه الشديده. فشو تنصحين اكثر الاجهزه اللي او العلاجات اللي لازم يعملونها قبل مثلا مناسبه مهمه في حياه المراه؟ هو طبعا يعني احنا بنشوف حسب ايه مشكله البشره، بس لو البشره طبيعيه وهاديه بس هي عاوزه ريجوفينيشن، تجديد للبشره، وان بشرتها تبقى نضره صحيه ناعمه براقه. في مثلا الجهاز الجديد اللي اتكلمت عليه قبل كده هو كيو سويتش اند ياج، هو بيحسن التصبغ وبيخلي اللون موحد، البشره ناعمه متالقه، وده ما بيبقاش فيه مثلا، بيبقى فيه بس احمرار لمده ربع ساعه وبيروح، فممكن بتعمله قبل المناسبه على طول. عدم توحد البشره بعد هذه نقطه، يعني في الوان في البشره مثلا لون حوالين العين وحوالين الخدود تحس في درجات مختلفه، ف يعني في ناس يلجؤون للكريمات لاشهر ولسنوات لكن تظل هذه المشكله موجوده في بشرتهم، فهل في حل سريع ممكن انه يساعدهم ويقضي على هذا؟ هو طبعا لو التصبغ عميق وقوي وبقاله سنين فالكريمات لوحدها مش كافيه، لازم طبعا مثلا تقشير معاها، والليزر الكيو سويتش اند ياج اللي انا لسه قايلاه، الكومباينيشن كلها بتدي نتيجه احسن واقوى واسرع، شوف التحسن من اول جلسه، مع ان احنا بنحط الكريمات، لان مثلا مع التقشير بشيل الجلد الميت وببني جلد قوي صحي من جديد، بخلي الكريم يروح للطبقه اللي فيها تصبغ اسرع فبيدي افكت احسن. ده بالنسبه للوش. اما حول العين فطبعا بنعمل تقشير خفيف مثلا بحمض الفواكه،
بيبقى فيه حقن اسمها ميزو اي، دي برضو بفيتامين كي بيحسن السيركيليشن الدمويه اللي حول العين، فما الدم بيوصل بطريقه كويسه فبتتحسن الهالات، وبيبقى فيها وايتنينج ايجنتس فبتحسن تصبغات. دكتوره هل صحيح مثل ما انا يعني قريت ان لازم حتى الكريمات ومستحضرات التجميل اللي احنا نستخدمها او الكريمات العناية بالبشره لازم نغيرها بين فتره وفتره، لان البشره تتشبع من الماده اللي انا اعطيها، مثلا من برودكت معين ماركه معينه استخدمتها، لكل الكريمات من ماركه معينه صار عندها حاله تشبع، فلازم كل فتره انا اغير الكريمات اللي اغذي فيها البشره، صح المعلومه ولا غلط؟ هو الفكره ان البشره بتختلف من فتره عمريه لاخرى، فمثلا البشره كانت زمان وانت شابه دهنيه وانت بتكبري بتميل الى الجفاف، فطبعا بتتغير البرودكت، لازم تغيري الحاجات اللي انت بتستخدميها، زي ما قلت المواد اللي بتستخدم للبشره الدهنيه مختلفه عن الجافه، فطبعا لفتره الاخرى لازم تشوفي مع الطبيب عشان تشوفي بشرتك محتاجه ايه. بالنهايه خلينا نعطي ابرز نصيحه انت دائما توجهينها لكل السيدات اللي يزورونك في عياده كايا، ان لازم شو ما كانت مشكلتهم ولكن هذه النصيحه لازم تتبعونها طول العمر دائما. الدكتور ابونا صالح شو تنصح اكيد زباينها؟ هو يعني انا بنصحهم مثلا يستخدموا طبعا غسول احسن من الصابونه، لان الصابونه فيها كيميكلز، وبعديها التونر عشان يحافظوا على المسامات، وطبعا طبعا واقي شمس الصباح على مثلا الساعة 6-7 تكون الشمس راحت، نحط الماسترايزر بتاعنا، لو محتاجين كريمات تفتيح، لو كريمات لعلاج الحبوب، بنصح انهم يحطوا فيتامين سي سيرم، هو بيدي جلو اشراقة بريق للوش، هو انتي اوكسيدان انتي فري راديكال، يعني بيمنع التجاعيد المبكرة، اوكي، وبيحسن برضو التصبغات. شكرا لك دكتوره منى صالح على اكيد المعلومات الطيبه والجميله اللي اكيد اعطيتينا، ونتمنى كل السيدات اللي يتابعونا الحين في البيوت اكيد استفادوا من المعلومات اللي انت قدمتيها. شكرا لك. شكرا. متواصلين معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل راح ننتقل الى عالم الهواتف، ولكن الهواتف الراقيه والجميله وباهظه الثمن بسبب وجود الالماس والذهب فيها، تابعونا.